هذه الجنان مرغوبة لكل مؤمن، ولا يوجد عاقل يمر عليه ليل أو نهار ولم يدر بخلده يوما أو غدوا أو رواحا أن يسأل الله الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: جنتان من فضة آنيتهما وكل ما فيهما. هذه لمن؟ أنا أسألكم، لأصحاب اليمين. وجنتان من ذهب آنيتهما وكل ما فيهما، هذه لمن؟ للمقربين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. حتى يطمئن قلبك إن خذت فيما قاله الشراح يقسى القلب، لكن يبقى حديث نبينا صلى الله عليه وسلم على ظاهره، يبقى على ظاهره. هناك حجب، موانع تحول في الدنيا بين العباد وبين القدرة على رؤية وجه ربهم. قال الله للكريم موسى: إنك لن تراني. ما أين؟ متى؟ في الدنيا. يقول المعتزلة: إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا جنون. الدنيا لا تطيب إلا بذكره، والآخرة لا تطيب إلا بعفوه، والجنة لا تطيب إلا برؤيته. ولا يمكن أن يقرع القلوب شيء يعظها مثل قوله صلى الله عليه وسلم: وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه تبارك اسمه وجل ثناؤه. والمقصود أن الجنة جنان، وأعلاها ما يسمى بالفردوس الأعلى من الجنة، منه تتفجر أنهار الجنة، وهذا مقام عظيم وموئل كريم. لكن لا يدخلن إلى قلبك اليأس، فالذي وفق من قبلنا قادر على أن يوفقنا. ربنا يقول: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لكنهم موجودون. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وقال جل وعلا: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لكنهم موجودون، لا ينقطع بالكلية إلى يوم القيامة. فالذي يخرج من المدينة ويحارب الدجال والدجال يقتله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه: ذلك أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وهو جاء في آخر الدنيا، جاء وقت خروج الدجال، والأمة قاتلت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدجال خلائق لا يحصون. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام عن ذلكم الشاب، قال: ذلكم أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. لابد أن يكون دعاؤك، مطلبك، همتك على قدر علمك بالله. ولا تيأس، فالله عظيم جليل حيي كريم، كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك في آيات أخرى متعاقبات. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.